هلون عيني جريدرز، اليوم درسنا بيحكي عن الكلونينج تكنيك. طبعا هيدا الكلونينج تكنيك هو دايما نحن بنستخدمه as a starter for the chapter الجينيتكس. فيه بتقدروا تعرفوا what is the role of the nucleus, who holds the genetic information, وتعرفوا بعض المعلومات عن first cloning technique of Dolly. So اليوم بدنا نعرف how to interpret a cloning technique, يعني إذا كان عندي cloning technique as a procedure كيف بقدر أنا أعمل له interpretation. So this was the cloning technique اللي نعمل to produce this clone اللي هي سموها دولي. This cloning technique أول شيء بلش بدونر شيب أو دونر يو بأخذ منها سال من الأدر لإلها اللي هن الممري جلاند سال. لما نقول أدر يعني معناتها الممري جلاند اللي هي من الثدي, أخذ منها النيوكلياس عادية من الأدر أو الممري جلاند لإلها. لما أخذ هيدي الخلية أو السال قام منها للنيوكلياس, عمل إكستراكشن للنيوكلياس وجاب دونر تاني. إذن هون طبعا خربت, هيدا دونر 1 وهيدا دونر 2, أما هيدي كانت الفورستر مادر. إذن من دونر 2 جاب إكسال اللي هي ساكس سال بس ولكن unfertilized, ما كانت ملقحة, وأخذ منها بس السيتوبلازم وعمل فيوجن باي إلكتريك شوك بين النيوكلياس تبعيد دونر 1 والسيتوبلازم of دونر 2. بلشت بعد ما صارت خلية عادية بلشت تعمل dividing normally لتكوين the first cells of the embryo. بعدين هالcells of the embryo عملها injection أو placed باليوترس لفورستر mother اللي هي الأم يلي حاملة هالإمبريو. at the end of gestation period طلعت عندي lamp سموها دولي. إذا بتلاحظوا كانت identical للدونر 1 يلي نحن أخذنا منه النيوكلياس. إذن الدولي أو النيو كلون يلي طلعت ما كانت identical to donor 2 اللي أخذنا منه السيتوبلازم ولا للفورستر ماذر يلي حطينا الإمبريو باليوترس لإلها, هي طلعت identical للدونر 1 يلي أخذنا منه النيوكلياس. هلأ السؤال هون بيكون how to interpret this cloning technique. رح نحاول نزغره قد ما فينا in order to interpret it. طبعا نذكر انه interpretation معناتها analyze and significance. So how to interpret this cloning technique, that it is, this is the interpretation. إذن هلأ هون بالإنتربريتيشن أنا ما بعمل ديسكرايبينج أو بذكر كل خطوة بالتفصيل, أنا هيك بكون عم بعمل ديسكرايبينج, أنا بدي أعمل إنتربريتيشن فبذكر إن جنرال شو اللي عم بيصير. أول شيء ببلش بأبون, أبون إكستراكتينج a nucleus of a sheep other than fusing it with a cytoplasm of another donor or another sheep of an egg cell, then the fused cell begin to divide normally, the embryo is transferred into a foster mother, then obtained a lamp which is called Dolly identical to the donor where the nucleus is extracted. فإذا رح نقرأها, منقول upon extracting a nucleus of mammary gland cell of a sheep, then infuse it with a cytoplasm of an egg cell of another sheep, then transferring the embryonic cells to uterus of the third sheep. A lamp identical to the sheep where the nucleus was extracted is produced. هيدي هي دولي. طب شو السيجنيفيكانس هون؟ السيجنيفيكانس بفرجينا انه this shows that the nucleus holds the genetic information. المعلومات الجينية بتكون موجودة بالنيوكلياس. طب بدي ألغي الباقيين يلي أنا استخدمتهم أو اللي كانوا الفاريابل التانيين اللي هني السيتوبلازم والفورستر ماذر, بقول not the cytoplasm and not the foster mother. هلأ all in all نرجع نعمل summing up لكل cloning technique. طبعا هيدا cloning technique first introduced بال 1996 والكلون اللي طلعت سموها دولي it came from a sheep أو مسميها from a you معناتها sheep. طبعا هون نحن منشوف انه هون برهننا انه اي سال
any cell given from any part of the body can recreate the same individual and carries the same genetic information as any other cell in the body. وشفنا انه هون دولي كان عندها 3 mothers اللي هي one provided the nucleus, one provided the cytoplasm, and one is a foster mother, and Dolly came identical to the one that provide the nucleus. طبعا هون it's worth mentioning انه نحنا نذكر الـ mtDNA او الميتوكوندريال DNA. هلا هو in general معظم الـ DNA are found in the nucleus of the cell, بس ولكن recently اكتشفوا انه في بعض السيركولر دي ان اي, يعني بعض الجينيتك انفورميشن موجوده بأورجانيل صغير بالسيتوبلازم اوف ذا سيل اسمه الميتوكوندريا, وهيدا اخذناه بالاسيميليشن جانا ذكرناه اللي هو الباور هاوس وير موست اوكسيديشن رياكشن وكير تو برودوس انرجي. سو اكتشفوا انه هيدول الميتوكوندريال دي ان اي اوريجينيتد فروم ذا ماذر, يعني بس بيجوا من الماذر من الام to the offspring وبينعطوا للولاد. is an originated from the mother and they are given to the offspring. so هيدي هي الفكرة الأخيرة لازم كنا نذكرها, انه في بعض الـ DNA موجودة بهيدا الأورجانيل الصغير الميتوكوندريا بنسميها ميتوكوندريال DNA, وهني in general originated from the mother and given to offspring. بس طبعا معظم الـ DNA موجود inside the nucleus of the cell. أكيد بدي أعمل assigning لهومورك. الهومورك هون ما بدي أكي تعمل interpret للكلونينج تكنيك, بدي أكي تعمل describe للكلونينج تكنيك. يعني بدنا نوصف على الكلونينج تكنيك, ما رح أعطيكي legend لأنه هو already مستخدم الأكشن verbs اللي أنت بديك ياهن developed etc. begin, implanted, هون عندي fused, removed etc. so الاكشن فيربس موجودين هون لتستخدميهن للجن. so تعملي لي ديسكرايب للكلونينج تكنيك, وطبعا بدي اعطيكي رابط البادلت. so this is the homework.